اتقي الله يا شيخ وبلاش كلام كبير يعني. عندك حاجه تانية؟ اتقي الله. لا عندي اقول لك حسب الله ونعم الوكيل. بس انا بسالك سؤال دلوقتي، هل ترتضي هذا الكلام على رسول الله صلى الله عليه واله ان امراته تقول هذا الكلام بكل وساخه وكل قله ادب؟ اتقي الله في نفسك ان تتبع هذه الامراه الفاحشه. ترضى انت يعني مراتك مثلا تطلع بره تقول اه انا جوزي احسن منكم في الفراش؟ هيقولوا الرجال عنها ايه يعني؟ عائشه تاتي وتكلم رجال لا يحل لهم ان يروها من دون حجاب. تخيل امك تتكلم بهذا الكلام، تيجي وتقول لك اه ابوك كان احسن واحد فيكم في هذا الموضوع. يعني هل هذا الكلام يقال؟ او ده ابن صحابي كان يستحي من هذا الكلام فاطرق ساعه، وروايه اخرى فاستحيا وبعدين قال نعم. كانت عائشه تروي انه اه ابوه كان قاعد مع عائشه وتقول له اسمع يا خلبوس انت، اهو كان املككم لاربه مش زيكم انتوا تجوني تجنبوا على طول وتروحوا، كان املككم لاربه يلا ما تتعلموا.